فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من به مرض البواسير وينزل معه الدم أحيانا وهو يذهب للمسجد باكرا قبل الأذان. نعم. من معه مرض البواسير وينزل معه الدم أحيانا وهو يذهب للمسجد باكرا قبل الأذان، هل له أن يتوضأ قبل دخول الوقت ويتحرز ثم يذهب، أم لا بد أن يكون وضوءه؟ هذا ليس حدث، هذه نجاسة. فرق بين النجاسة على البدن والحدث، هذه نجاسة. فأنت تضع شيء على المخرج أو على الدبر، تضع شيء يمنع الدم وتصلي الحمد لله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.